شايف يعني احنا سمعنا مثلا خلني اقول لك الامير عبد العزيز بن تركي رئيس هيئه الرياضه كان اعترف بالخطا انه هذا اول الحلول انك تعترف بالخطا. اليوم انك ترمي الموضوع على الناقل يعني مساله غريبه. طيب بقول لك الان احنا الان عرفنا ان مثلا ممكن تجي 30 كاميرا للناقل حلو ويجي ممثلين الفار ويختار مثلا كاميرا 5 وكاميرا 7 وكاميرا 10 وكاميرا 15 هذا اللي يصير هو اللي يختار صحيح. وبعد ما يجي اللي هو اللي في غرفة تقنية الفار يختار اللقطات وينتهي أيوة يبدأ الناقل المخرج يطلع الكاميرات اللي عنده صحيح. طيب احنا الآن انا عرفنا هذه المشكلة فلذلك بعد القرار يتفاجأ المتابع العادي ان فيه لقطات وفيه زوايا وضحت ان في لمسة يد وضحت ما في لمسة يد وضحت ان في خطأ وضحت ما في خطأ أيوة فيصير اللغط هنا أيوة. طيب الآن احنا عرفنا المشكلة الآن لازم احنا نغير الآلية صحيح. يعني احنا عرفنا الخطا ان هذا الاشكال. طيب ليش مو حقين تقنيه الفار هذول ممكن مو باصحاب خبره يختارون كاميرات اي يعني زوايا مي جيده يختارون كاميرات مواضع كاميرات مو جيده ليش ما يكونون حقين تقنيه الفار هم يختارون طيب كاميرات ناس مو باصحاب خبره مو هذا الكلام هو اللي قاعد يختار يعني هو عارف المفروض الزوايا اللي طيب ليش ما تزود كاميرات يا صاحب تقنيه الفار ليش ما تزود عشان تبعد عن اعتقد انه مالي في موضوع عقد وانت طلبت هذا بالرقم يا شيخ دفعنا احنا جت على هذا احنا في مراحل الحين خطيره يعني ما تتحمل ادفع زياده ولا يتحمل الشحن اللي قاعد يصير هذا اذا فعلا هذه الاشكاليه وهذا اللي واضح ان هذه الاشكاليه لان فعلا زي ما قلت انت انا اتفاجأ بعد 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 ما ينتهي حكم الفار او الحكم من ذا تطلع لنا لقطات احنا انا كمتابع لو ما اعرف الشيء هذا اقول والله طلعها من الدرج طلعها للجماهير كانها استفزاز وفعلا زي ما قال الاستاذ احمد في بعض الحكام على أساس كذا لما اتكلم لك انا لما يجيني شاكير تحس انه هو صاحب القرار تشعر انه وهو حكم انه هو صاحب القرار في وسط المباراه في بعض الحكام لا تلاقيه ينتظر غرفه الفار وش تقول له عشان هو يقرر لا انا بروح واشوف وانا اللي اقرر ما انتظر يعني رايهم انا اخذ الراي من نفسي حكم نهائي كاس العالم الارجنتين في مباراه النصر أيه راح وذهب وقال قرر قال لا مو خطا نعم شاكير نفس الحكايه أيه قال مو خطا وفي بعض الحكام لا ينتظر زي مع اللاعبين بس هو موصلاتي يقول انا ما لي دخل الفار قال يروح يقرر فلذلك يعني احنا الحين جينا على نقطتين انه اختيار الكاميرات ممكن يصير سيء من حكام الفار في اختيار التوزيع أي. الشيء الثاني طيب ليش انتم يا المستخدمين تقنيه الفار ما تزيدون الكاميرات خصوصا في المباريات الحساسه زود بدل تبغى 7 يا اخي زود 15 زود 30 وش الاشكاليه عشان ما تقع في اللغط اذا انتم فعلا ما تعرفون تختارون الكاميرات الصحيحه أي. اللي تظهر الاخطاء طبعا يعني العرف